معكم بعد عبد الغني اكرارم، فاعل جمعوي في الجامعه ديال غزران، ومن ابناء قبيله بني سهنا اللي مضرين من هذا القرار هذا ديال وزاره الداخليه ومن المرسوم القانون ديال اللي جاب باش انه ياخذ الاراضي ديال ساكنات قبيله بني سهنا ويردوها اراضي سلاليه. اللي ما فهمناش واللي محيرنا بزاف ان كاين لبس في هذا القانون، لان كانوا كيهضروا لنا على الاراضي السلاليه، اليوم سمحنا كنهضروا على مناقله واراضي سلاليه، وكاين مخطط ديال الشؤون القرويه ديال اقليم صفرو اللي هو فيه لبس. وحنا كابناء قبيله بني زهنا اليوم كما كتشوفوا كاينه مظاهره كبيره، ومازال غيكونوا مظاهرات كبار ان شاء الله، يخرج فيهم كل شيء، يخرج فيهم الناس ديال قبيله بني زهنا، الضواوير كامله غتخرج بجميع ما كتملك، وغادي تكون ان شاء الله مسيره كبيره تجاه الاقليم ديالنا اللي هو العماله، باش انهم يعطيونا ما يفيد في هذا القانون هذا، وعلاش ردوا الاراضي ديالنا السلاليه. وبالتالي حنا كنقولوا هذا القانون هذا راه فيه لبس، وما يمكنش حنا الاراضي ديالنا اللي امتلكناها على جدودنا وخلاوها لنا يجيو دابا ويقولوا لنا بان راه كاين مرسوم قانون اللي كيقول بان راه سلاليه. وثاني حاجه واللي بغيتنا نهضر عليها، ان النواب السلاليين اللي كاينين دابا واللي دايرهم هذا المكتب الشؤون القروي ولا هذا المجلس الوسطي مكتب الشؤون القروي، هاد النواب ما عندناش حنا، ما كاينينش، وما عمرنا هضرنا عليهم، ما عمرنا شفناهم، وما عمر شي مواطن او لا شي شريحه ديال المجتمع ديال بني زهنا قال بان هاد النواب ديالو او لا شي واحد عطاهم لاكارت ديالهم وداروا بان هذا نائب. هذا تزوير، وهذا التزوير خاصنا نتابعوهم قضائيا عليه ان شاء الله. حنا ماشيين في المسطره القانونيه ضد هاد النواب السلاليين اللي داروا لنا في القبيله ديالنا ديال بني زهنا، وحنا ما عندناش. هذه من جهه. من جهه ثانيه، حنا التصعيد غادي يكون ابتداء من اليوم غيكون التصعيد. هذا ماشي تهديد، ولكن تحذير للناس ديال الشؤون القروي والناس ديال العماله ديال اقليم صفرو، لانهم داروا لبس في هذا القانون هذا وخرجوه على ابناء قبيله بني زهنا، لانهم شافوهم هما الحيط القصير اللي غادي يقدروا مثلا غيديو لهم هذه الاراضي ديالهم. ولكن كما كنقول لكم، حنا كفاعلين جمعويين في المنطقه وكمواطنين وكذاوي الحقوق ديال المنطقه ديالنا، ما غاديش نخليو اي واحد يدخل الاراضي ديالنا ولا يديها لنا باي وجه كان، وحنا مستعدين ان نموتوا على هذه الارض ونحيوا عليها، لان هذه ارض الاجداد ديالنا، وغتبقى ارض اجداد ديالنا، وغتبقى في الملك ديالنا الى يرث الله الارض ومن عليها. هذا نداء. والناس ديال الشؤون القروي حنا كنوجهوا لهم رساله، يعيدوا النظر فيما فعلوه بهاد الناس هادو وهاد الفتنه اللي داروا في المنطقه، لان هذا الشيء كيجر الفتنه كبيره، وحنا راه كنحذروا من هاد الشيء هذا، كنحذروا من هاد المرسوم القانون اللي خرجوا لنا بان يديوا الاراضي ديال ابناء قبيله بني زهنا، وهذا لا يمكن ولا يكون. والنضال دائما، حنا في التصعيد وفي النضال وحاضرين وموجودين، وما غاديش نخليو الشبر من الاراضي ديالنا غادي يمشي. وعاش الملك، والشعار ديالنا الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. اراضينا غتبقى ديالنا، اللي بغى واللي كره، والنواب السلاليين اللي داروا بدون علم المواطن او المواطنه الزهنيه ولا المواطن الزهني غادي يتحاسبوا، وغادي يتحاسبوا على التزوير اللي داروا، وغيتحاسبوا على المحاضر اللي دازت وعلى المحاضر اللي جايه. وبالتالي حنا كنقولوا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاعلام المحلي ديال اقليم صفرو في منطقه غزران. كما كتعرفوا حنا درنا هذه الوقفه احتجاجيه نظرا للظلم اللي تسلط على الاراضي ديالنا، اللي تسلط علينا من جهات المسؤوله. يعني اراضينا من 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 من, من الاجداد صدقات بغات تكون، يبغاو يردوها لنا سلاليه ظلما وعدوانا. وحنا كنتضرعوا بصاحب الجلاله نصره الله وايده، حامي الامه وحامي المله والدين. ولهذا
حنا من هذا المنبر كنذكروا السلطات اننا غادي نبقاو في هذه الوقفات الاحتجاجيه ما دام ان هذا الحيف ما تهزش علينا، لان الاراضي ديالنا ابن عن جد، وحنا يعني كنتصرفوا فيها الاجداد والاباء والابناء، وبين عشيه وضحاها كنلقاو راسنا ولينا ضحيه ديال بعض الناس اللي كانوا متامرين علينا بدون سند قانوني، كلوا راسهم سلاليين وتامروا مع السلطات الوصيه على هذا القطاع ديال الاراضي السلاليه، وحنا يعني استشعرنا انهم غدرونا وانهم كتبوا بالبلاد ديالنا طلبات انها تولي سلاليه، وحنا كنستنكروا هذا الشيء وكنستنكروا هذا الفعل اللي لا يمت بالصله لابناء قبيله بني زينه، لانهم ما نوبهم حتى شي حد، ما عطاهم حتى شي واحد شي انابه باش ينوبوا علينا ويوردونا الاراضي ديالنا سلاليه. ومن هذا المنبر هذا كنعزيو الاخوان ديالنا في منطقه الحوز اللي اصابهم الزلزال المدمر الذي يعني دا بزاف ديال العائلات، اداهم الممات وبزاف ديال المعطوبين والجرحى، كان الموتى كنترحموا عليهم والجرحى كنطلبوا لهم الشفاء العاجل. احنا لا نعترف بهذا الاسم السلالي اصلا، ما نعترفوش بهذا الاسم السلالي، لان الاراضي احنا ابن عن جد عندنا، وكاين الناس اللي عندهم فعلا، كاين الناس عندهم الكواغط ديالهم وكاين اللي ما عندهمش، كانت الناس بدائيه ما كتعرف لا كواغط لا والو، يعني كيتصرف في الارض ديال الاجداد ديالو، كيبني في باني فيها غارس فيها الزيتون ديالو، الزيتون ديالو اللي كاين الزيتونه اللي تما عندنا فيها عندها 100 سنه، كاين اللي عندها 120 سنه، كاين واحد النوع ديال الزيتون في المنطقه من عهد الوطاسيين، يعني الى هاد الناس كيقولوا هاد الاراضي ديالنا سلاليه، هي حنا هاد القبيله نزلنا من المريخ، ما عندنا لا اراضي لا والو، يشوفوا لنا شي بلاصه نستوطنوا فيها احسن من القبيله ديالنا اللي هي الموطن ديالنا الاصلي. شنو كطالبوا دابا نتوما؟ حنا كنطالبوا برفع الحيف عنا، رفع الحيف والغاء هاد المراسيم مشاريع ديال اللي صدرت في الجريده الرسميه ديال نهار لو 2 نهار 2/8/2023. حنا كنستنكروها وكنطلبوا الجهات المسؤوله يديروا الالغاء لهذا الشيء، لانه هو ماشي معقول انه 1500 هكتار هي هي هي, هي المساحه ديال قبيله بني زهنه كامله، يعني داروا في الرقعه داروا لها 335 هكتار، تافجيغ 448 هكتار، عين العقد 121 هكتار، البوار 335 هكتار، المريحله 174 هكتار، المجموع كيعطي شي 1500 هكتار، هذيك هي المساحه الاجماليه ديال القبيله، يعني حنا لا وجود لنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المحارب السابق ومتطوع المسيرة الخضراء الخضر بوستة من قبيلة بني زهنة. حنا هاد المراسم اللي نزلات اللي هو المرسوم 593 594 516 517 538، هاد المناصير هاد المناصير هادو ولا هاد المراسم نزلات علينا كالصاعقة، إذا ما نقولوش زلزال بحال الزلزال اللي وقع في الحوز وفي تارودانت. هذا المخطط هذا احنا ما عرفناش المصير ديال القبيلة فين غادي يصيفطوها إلى أرض الأراضي ديالها سلالية، اللي ما عمرنا سمعنا بأنها أراضي سلالية. مع الأسف الشديد الدولة دايرة قسم الشؤون القروية اللي كنا كنتمناو يجي القبيلة يدعمها ماديا وتقنيا ويوري الناس كيفاش يطوروا الفلاحة في بلادهم باش غادي ما تكونش الهجرة من البلاد. مع الأسف هذا القسم ديال الشؤون القروية أصدق كيدير مخطط لتهجير القبيلة. هذا المشكل ديال الأراضي السلالية ما كنا كنسمعوها إلا على بعض المناطق اللي هي معروفة، ستة ديال المناطق اللي هي معروفة بالأسماء ديالها واللي خرجوا حددوها وداروا لها التحفيظ وما تعرض لهم حتى شي واحد ودوزوا الخدمة ديالهم بخير وعلى خير، لكن دابا اللي خارجين الأراضي اللي هي أراضي مملوكة لأفراد القبيلة واللي هي بالحدود ديالها واللي هي متفاوتة المساحة، كاين اللي عنده 10 هكتارات، كاين اللي عنده 2 هكتارات،
هكتارات، كاين اللي عنده 4 هكتارات، كاين اللي عنده نص هكتار، كاين اللي عنده هكتار ونص، ما يمكنش غادي يخلطوها ويردوها أراضي سلالية. وحنا كنرفضوا هذا الشيء وكنرفضوا جميع التوقيعات اللي وقعوا بعض النواب السلاليين اللي القبيلة كطعن فيهم، وراها كطعن فيهم كتابة اللي غادي توجه واحد الطعن في هذا النواب السلاليين للوزير الداخلية، ونسخة تمشي للعامل ديال صفرة، ونسخة لهنا عند القائد ديال قيادة غزران. وشكرا شكرا للصحافة الحرة والصحفيين الأحرار.